إخواني أخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم لبيتكم تريجا. إخواني أخواتي، موضوع حلقة اليوم هو الكومبو تيست نت. تقريبا هذه 4 حتى 5 أسابيع كنا درنا واحد، يعني بدينا الكومبو تيست نت، كاين واحد الاير دروب، وكما لاحظتوا يعني جينا بزاف د الانفتيات، ودرنا ايضا ديك البروتوكولات اللي كانوا مطلوبين. والان اخواني اخواتي، الان كان الامكانيه ايضا باننا نكملوا في التيست كما كتلاحظوا جميع الروابط نشارك معكم. الان اخواني اخواتي، هذا الرابط غادي نمشيو لتحت الى اليمين ونختاروا الكومبو تيست نت، ومن بعد غادي نمشيو الى اليسار ونقيسوا ديك الايكون، وغادي يدينا لهذا الرابط هذا. كما كتلاحظ هنايا، هنا تكست و ايماج، غادي تكتب اي حاجه تماك. انا في الاول ما كنتش عارف شنو غادي نكتب، المهم كتبت بيتكم بالدارجه، خرج لي التخربيقه هذه اللي هنايا. المهم هو انك تمنتيك منتي جوج، انت تلاحظ يمكن لك انت ملي تمشي مره جايه ان شاء الله حاول تكتب دوغ ولا كات وشوش غادي يعطيك، وهات منتيها هنا الفوق راه كاتب لك هنايا منت. بيان سور خاصو يكون عندك التوكن ديال التسنيت ديال كومبو تسنيت، شيء عادي. الرابط ديال الفيديو غادي نخليه لك الا بغيتي ايضا، يعني لانه ولا بد خاص التسنيت، سينو غادي تمشي نعاود ترجع لهم وتشوف ماين ان اف تي. هادو هما اللي درت مينتيت. والان اخواني اخواتي، كما لاحظتي يعني جميع الان اف تي اللي الان في هاد التسنيت، فالحمد لله فاحنا مينتيناهم. والان اخواني اخواتي، كان واحد الكومبين على الجالاكسي بالنسبه للكومبو، يمكننا نكملو فيها يعني فقط شي حاجه يعني ديال تويتر، خاصك دير فولو، اشياء بسيطه، 4 الاشياء. ومن بعد خاصك تمشي تمنتي هاد الاو تي على الباينانس سمارت تشين. كما كتلاحظ يعني انا تقام عليا 8 ديال السنت كما كتلاحظ. سينو يمكن لك تمشي البروفايل ديالك وتلقى بانه راه مينتي كما كتلاحظ الان هنايا. هاد الاواتي ايضا يعني كيعطي واحد الايجابيه. شيء اخر اخواني اخواتي، نبغي غادي نتكلم معك عليه، عندي المناسبه الان زورا، فهي واحد الان اف تي ابليكيشن يمكننا نديرو البريدج يعني من الجورلي الى زورا تيست نت. حنا هي مازال في البدايه، يعني الجورلي كيطلب منك فقط 0.1 وكتبريدجيه. الرابط اللي كنخلي لك ان شاء الله كيخرج لك يعني الابليكاسيون ديريكت، يعني انت فقط كتكونفيرمي وهنا كدير اد تو نيتورك. والان اخواني اخواتي، كاين ايضا الامكانيه بانك في هذا الابليكاسيون يمكن لك تمينتي هذا واحد الان اف تي. انا بغيت نمينتيتو، شفت فقط يعني الاسعار كيبان لي بان 17 دولار، تيبان لي الان مازال السعر ديالو مرتفع، وربما في وسط النهار يكون ب5 ولا 6 دولار الا كان عندك يعني الانتيريسي. سينو اخواني اخواتي، هذا هو كله يعني كلشي اللي بغيت نتحدث معكم عليه اليوم. الروابط نشاركو معكم في التليجرام. شكرا للمشاهده، والى الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه.